بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا حول دليل وجوب النبوة في الحديث الأول من باب الاضطرار إلى الحجة من كتاب الكافي الشريف الإمام الصادق في محاججة مع زنديق بعد أن أثبت وجود الله سبحانه وتعالى بالبراهين العقلية انتقل إلى بحث النبوة وفي هذا الحديث الشريف الإمام يذكر دليلين للزوم إرسال الرسل مضى في الحلقة الماضية الدليل الأول وهو الدليل الـ إني بمعنى الانتقال من العلة إلى المعلول يعني الإنسان لو عرف الله سبحانه وتعالى لعلم بأن الله حكيم. فلا يخلق الخلق عبثا وإنما خلقهم ليرحمهم. وهذه الرحمة في الدنيا والآخرة تتوقف على ارسال الرسل. وقد وضحنا هذا الدليل في الحلقة الماضية. الآن ننتقل إلى الدليل الثاني. وهو دليل لمّي. يعني الانتقال من المعلول إلى العلة. أنت ترى دخان فتعلم بأن هناك نار. هذا الدليل اللمّي. أو أنك من بعد ترى نارًا فتعلم أن هناك حرارة في أطراف النار. هذا الدليل الإني. زين شنو هو الدليل اللمي؟ اللي هو الدليل الثاني الذي يذكره الإمام الصادق هنا عليه الصلاة والسلام. وهو أنه نحن حينما نلاحظ الأنبياء نجد الأنبياء يمتلكون أمرين. الامر الاول المعاجز الامر الثاني البرهان العلمي العقلي المعاجز لعموم الناس والبراهين هذه لمن حرك عقله لا لمن لم يكن لا يعقل نحن اذا راينا شخص هذا الشخص يدعي النبوه نقول له ما هو الدليل على ان الله سبحانه وتعالى اوحى اليك احنا من حسب حواسنا هذا الوحي لا نرى شيئا من السماء ينزل عليك مثلا كما كان يطلب المشركون من رسول الله صلى الله عليه واله أن ينزل الله سبحانه وتعالى قرطاسا من السماء مثلا زين فكيف نعلم بأن هذا مدعي النبوة صادق لأنه كثر أدعياء النبوة من تنبأوا كذبا وزورا ولحد الآن حسب ما ينقل أحيانا في وسائل الإعلام في بعض الدول هناك من يأتي ويدعي النبوة زين بأي دليل أنت النبي مدعي النبوة يأتي بمعجزة. يعني بأمر خارق للعادة يستحيل للبشر أن يأتوا بمثله. طبعاً هذه المعجزة في كل زمان تناسب ذلك الزمان. يعني مثلاً في زمان نبي الله موسى عليه السلام كان السحر رائجاً بين الناس. فالله سبحانه وتعالى جعل معجزه موسى الاساسيه شيء ينقض هذا السحر العصا واليد البيضاء طبعا هناك معاجز اخرى ايضا الطوفان والقمل والجراد وما الى ذلك في زمان عيسى كثرت الامراض لذا راج الطب كانت معجزه عيسى امرا خارقا للعاده ان يحيي ميتا ان بلمسه يد باذن الله سبحانه وتعالى يبرئ الاكمح الاكمح يعني الاعمى بالولاده الاعمى بالولاده هذا يستحيل طبيا ان يرى لماذا لان هناك خلايا في المخ خلايا بصريه هذه خلال السنه الاولى من حياه الطفل هذه الخلايا تنمو فإذا الطفل في هذه المدة لم يرى هذه الخلايا لا تنمو فيستحيل أن يرى ولو نفرض أنه الطب تطور إلى أن توصل إلى حل هذه المشكلة لكن الحل بالأدوات وليس الحل بلمسة يد إذا عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام حينما كان يقول أنا النبي تسأل بأي دليل أنت نبي يراوي لك معجزة. رسول الله محمد صلى الله عليه واله جاء في زمان الناس كانوا في العرب يفتخرون بالفصاحة والبلاغة وبعد النبي محمد صلى الله عليه واله الناس يفتخرون بامور كثيرة مثلا بالعلم مثلا بالمنهج الصحيح وهكذا الله سبحانه وتعالى اودع القرآن هذه المعاجز التي تناسب البشريه من يوم ان بعث الله محمدا صلى الله عليه واله الى ان يرث الله الارض ومن عليها فالقرآن فيه جهات متعدده من الاعجاز وهذا ما ذكرناه في بحث التفسير واشار اليه المفسرون في تفسير قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين زين فهذا النبي يجيب معجزة لا يتمكنون من الاتيان بمثله لماذا كانوا يتهمون الأنبياء بالسحر؟ زين لأنه ما كانوا يتمكنون من مجارات معاجزهم زين إذا هو هذا السحر فأتي بسحر مثله كما زعم السحرة لموسى عليه الصلاة والسلام فخلى موعد بينه وبينهم ألقوا حبالهم ألقوا عصيهم بسبب السحر الذي سحروا أعين الناس فموسى جاء وألقى عصاه فهي أكلت كل ما كانوا يأفكون عد السحرة هم يعرفون السحر كانوا كما في الآية بكل سحار عليم خبير في السحر فلما راوا العصا علموا انها ليست بسحر لذلك والقي السحره ساجدين قالوا امنا برب العالمين رب موسى وهارون اما فرعون اراد ان يموه على الناس طبعا لم يتمكن من التمويه على الناس لكن باعتبار ان بيده السلطه والقوه والجيش والمال أكثر الناس رفضوا الحق لا لأنهم لم يعلموه لأن ما كان من مصلحتهم. لذا تمت الحجة عليهم. قل فلله الحجة البالغة. فإذا المعاجز هي أمر لعامة الناس من خواصهم وعوامهم. شيء يعرفه كل أحد. زين. هذا جانب، الجانب الآخر البراهين يعني الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الله سبحانه وتعالى علمهم أوحى إليهم العلم فلذلك حينما يتكلمون وحينما يناقشون وحينما يحاججون وحينما يذكرون البراهين العقلية والفطرية اذا واحد عالم فاهم مستوى راقي يعرف ان هذا انسان مرتبط بالسماء فاذا هذا البرهان اللمي من المعجزه من البرهان ننتقل الى ان هذا الشخص نبي وان الله سبحانه وتعالى بعثه للناس لكي يوصل اليهم الوحي الالهي. هذا المقطع الثاني من هذا الحديث الشريف حيث ان الامام الصادق يذكر برهانا ثانيا لاثبات النبوه. يقول: ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان. في كل دهر وزمان. الدهر القطعه الطويله تسمى دهر. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، مليارات السنين مرت هذا الكون كان موجودا والإنسان غير موجود. الدهر القطعة الطويلة، الزمان لا يطلق على الزمان القصير وعلى الزمان الطويل، على مليارات السنوات يقال زمان وعلى دقيقة أيضا يقال زمان. في كل دهر وزمان يوجد الأنبياء أو أوصياء الأنبياء لكن أوصياء الأنبياء أيضا حجج من الله سبحانه وتعالى ليسوا بأنبياء لكنهم معصومون بين عيسى عليه وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام وبين رسول الله محمد صلى الله عليه وآله فترة من الرسل يقال ستمائة وكذا سنة أو أقل في الروايات أقل من ذلك خمسمائة وكسور من السنين هذه فترة من الرسل قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل لم تكن في هذه الفترة في هذا الزمان رسل لكن أوصياع عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام كانوا مستمرين وفي كتاب التاريخ من الكافي الشريف هناك روايات هناك روايه وكذلك في كتب اخرى روايات انه اخر وصي من اوصياء عيسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام سلم مواريث النبوه الى رسول الله محمد صلى الله عليه واله هسه منو هذا كان اخر اوصياء عيسى في الروايات بشكلين مذكور لعله احدى الشكلين تقيه في بعض الروايات بيان انه كان ابو طالب سلام الله عليه والد امير المؤمنين هو اخر او عيسى. وفي روايه اخرى انه كان شخص اخر ابي بالط. فهذا سلم مواريث النبوه الى ابي طالب وهو سلمها الى النبي محمد صلى الله عليه واله. البعض يقول ابي طالب هو هذه كلمه نفس ابو طالب لكن تم التغيير فيها تقيةً. على العموم هذا بحث آخر إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى وفقنا في يوم من الأيام نذكره. إذاً في كل زمان يوجد نبي أو وصي نبي لكن هذا الوصي مو ناس عادي مو إنسان عادي وإنما وصي اختاره الله سبحانه وتعالى لوصاية هذا النبي فيكون معصوماً. ولذلك في احاديث متواتره ان الارض لا تخلو من حجه. لذا اول انسان خلقه الله سبحانه وتعالى كان نبيا هو ادم. اني جاعل في الارض خليفه. يخلف من سبقوه من موجودات التي افسدت في الارض، وكذلك يخلف الله سبحانه وتعالى في تطبيق شريعته على الارض. واستمر من بعد ادم الوصايا او النبوه الى ان وصلت الى نبينا محمد صلى الله عليه واله ومن بعده الائمه من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام وهذه الامام مستمره الان في زماننا وصي رسول الله الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف موجود ولاثبات وجوده عدنا ادله متواتره في كتب الشيعه وكذلك يمكن اثباته من غير كتب الشيعه. الرسول صلى الله عليه واله يقول اني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. في تتمه الحديث وانهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. زين في كل زمان اكو واحد من اهل البيت. ما دام القران موجود سليما من الزياده والنقيصه والتحريف والتبديل والتغيير. القران موجود الرسول يقول وانهما لن يفترقا بلن نفي التابيد هذا الزمان يوجد القران فلن يفترقا فيوجد واحد من اهل البيت لانه اذا اكو قران وماكو واحد من اهل البيت عليهم الصلاه والسلام من اوصيائه الرسول صلى الله عليه واله صار افتراق وهذا خلاف حديث الرسول صلى الله عليه واله إذا في كل زمان يوجد حجة الله سبحانه وتعالى على الأرض. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان. كيف ثبت النبوة؟ بالدليل اللمي، مما أثبتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين. معاجز الدلائل هي المعاجز تدل على صدق هذا الإنسان. فكل نبي له معجزة. والبراهين، البراهين يعني الادلة. الادلة الكلامية القولية. لكي لا تخلو ارض الله من حجة، ارض الله فيها الحجة. هذا الحجة تارة يكون ظاهر مشهور الكل يعرفه، هذا عيسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. حجة الله في الارض معروف باسمه ونسبه ويمكن الوصول اليه واحيانا مستور لا بمعنى انه لم يكن موجودا، لا موجود وهو بين الناس لكن لا يعرفونه بانه هو الحجه مثلا يوسف على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام في اهل مصر هو كان موجود تارة في بيت العزيز، وتارة في السجن، وتارة هو العزيز، اجعلني على خزائن الارض، اني حفيظ حفيظ عليم. موجود الناس كانوا يرونه لكن لم يكونوا يعرفون ان هذا يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم النبي. حتى اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون اخوته لم يعرفونه تكلموا معه وكلمهم بايعوه وبايعهم لكن لم يعرفوه الى ان عرف نفسه كذلك حجه الله في هذا الزمان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هو موجود في بعض الاحاديث انه يذهب الى الحج في الموسم موجود ولعل كثير من الناس رأوه لكن لا يعرفونه انه هذا هو الحجه ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، احنا مثلا عندما نروح الى الحج او الى اي مكان مزدحم قد نجد قد نرى الاف الناس لكن لا نعرفهم فالارض لا تخلو من حجه في كل زمان ومكان يكون معه علم ويمكن أن يقرأ يكون معه علم يعني حجة الله في الأرض سواء كان نبيا أم وصي نبيا هذا معه علم يعني معجزة لذا الأوصياء لهم معاجز مثلا عاصف ابن برخيا حسب الروايات لم يكن نبيا لكنه كان وصيا لسليمان على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام جاء بمعجزة قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك سليمان طلب أن يأتوا بعرش بلقيس هو في فلسطين وهي في سبأ في اليمن بين فلسطين واليمن الاف الكيلومترات قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين؟ العفريت الجني قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك لان الجن جنس لطيف القوانين اللي تحكمنا ما تحكمهم، القوانين اخرى تحكمهم ومن جملة الامور سرعه الانتقال من مكان الى مكان لكن سليمان لم ياذن له قال الذي عنده علم من الكتاب يعني اصف بن برخيه وصي سليمان قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك الانسان ينظر الى مكان ثم يغير اتجاه العين الى مكان اخر هذه ثواني لحظات أو قبل أن يغمض عينه أقل من عشر الثانية كل تغميضة عين حسب ما يقولون تنظر إلى مكان ثم يرتد طرفك إلى مكان آخر لأن آصف من برخيا كان له علم من الكتاب الله سبحانه وتعالى أعطاه بذلك العلم الاسم الأعظم بإعجاز جاء بعرش بلقيس خلال ثانية أو أقل من ثانية هو مو نبي لكن وصي نبيًا فهذا الحجة يكون معه علم يعني علامة على وصايته إذا احنا بالنسبة للأئمة عليهم الصلاة والسلام بدءا من أمير المؤمنين عليه السلام إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف كل إمام له معاجز أحيانا معاجز مشهورة ظاهرة كثير من هذه المعاجز المشهورة الظاهرة كانت بيد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بإذن من الله سبحانه وتعالى وأحيانا معاجز خاصة لحالات خاصة هذا إذا قرأنا الكلمة على أنها علم يكون معه علم يمكن نقرأها بطريقة أخرى يكون معه علم النبي أو الوصي ما يصير يكون جاهل يلزم أن يكون أعلم أهل زمانه لماذا؟ لأن التفضيل الأساسي بالعلم والتقوى الله سبحانه وتعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون يعني رجل متقي لكنه جاهل رجل متقي لكنه عالم العالم افضل من الجاهل اهم مساله في التفضيل هي العلم والتقوى ايضا في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. آمن وأوتي العلم، الله يرفعه درجات. ما معين الدرجات، كلما كانت التقوى أكثر، وكلما كان العلم أكثر، الدرجات تكون أرفع. الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يبين للملائكة فضيلة آدم، حينما بدأ الحوار معهم هو سمح لهم ان يتكلموا الملائكه ايضا معصومون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله سبحانه وتعالى اراد ان يستنطقهم يعني سمح لهم بالكلام قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء لان الموجودات التي كانت قبل ادم حسب بعض الروايات يعبر عنها بالنسناس كانت موجودات عاقلة لكن ليست من جنس الإنسان من جنس آخر هذه أفسدت في الأرض فالله سبحانه وتعالى أرسل الملائكة فأبادوهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إذا تريد عبادة إحنا نعبدك إذا تريد تطهير الأرض من لوث هؤلاء نحن نطهر الارض من لوثهم سؤال ليس اعتراض وانما سالوا لان الله سبحانه وتعالى هو الذي سمح لهم قال اني اعلم ما لا تعلمون صحيح البشر عندما ياتون سيبداون بسفك الدماء كما انه قابيل قتل هابيل واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين الى ان يقول فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله وهكذا الى يومنا هذا سفك الدماء مستمر كلام الملائكه ما كان كلام خطأ كلام صحيح لكن الله سبحانه وتعالى قال: اني اعلم ما لا تعلمون. صحيح بعض البشر يسفك الدماء ويلوث الارض بفساده، لكن اكو هناك مخلوقات من نسل ادم من الانبياء والاوصياء والمؤمنين الذي خلق العالم لاجلهم. محمد وال محمد صلى الله عليه واله هؤلاء من نسل ادم. زين الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين للملائكه فضل ادم كيف بين للملائكه فضل ادم بالعلم وعلم ادم الاسماء كلها العلوم الموضوعات المختلفه القضايا الكليه والقضايا الجزئيه وغيرها ثم عرضهم على الملائكه فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إلى أن يقول قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم تبين أن آدم له علم وهم لا علم لهم في هذه الجهات التي لم يفض الله سبحانه وتعالى ذلك العلم لهم إلى آخر الآيات الشريفة طبعا أبرز مصداق للأسماء التي علمها الله سبحانه وتعالى لآدم هم محمد وآل محمد لأنه رآهم أنوار حول العرش محدقين فعلمه أسماءهم على كل حال فإذا النبي أو الوصي لازم يكون له علم ما يكون في رعية واحد أعلم منه لأن إذا ذاك أعلم منه يكون أفضل منه من هذه الجهة يكون معه علم او يكون معه علم معجزه برهان يدل على صدق مقالته هذا العلم وهذا العلم يدل على ان كلام هذا النبي عندما يقول انا نبي يدعي النبوه صادق في قوله حينما يعمل اعمال يصلي مثلا يعمل اعمال بالامر بالمعروف بالنهي عن يعني المنكر وما الى ذلك هل عمله صحيح او باطل هذا العلم المعجزه او هذا العلم يدل على صدق عمله لذا الامام يقول يدل على صدق مقالته يعني قوله وجواز عدالته يعني جريان عدله يعني أعماله على طبق العادل ما فيها انحراف ما, ما فيها ميلان من الحق إلى الباطل هذا هو البرهان اللمي فالبرهان الإني أن الله سبحانه وتعالى حكيم خلق العالم بدون إرسال الرسل كان عبثا والله سبحانه وتعالى يتعالى عن العبث والبرهان اللمي معاجز الانبياء والبراهين التي يقيموها يدل على انهم انبياء. نسال الله سبحانه وتعالى ان يهدينا واياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين.